منه المال رجالة جد وحمل جبال يا بلدي يا بلدينا سوهاج بلد المواويل سوهاج برج الزغاليل لانه بتحبوا الموسيقى والحياه وبتحبوا تعيشوا، ونحن كمان بلبنان مش بعيد عنكم، كمان بنحب الحياه وبنحب الجو الحلو وبنحب نعيش، وبعتقد اي حدا بالدول العربيه عباله يعيش السلام والجو الحلو، مشان هيك نحن ببرنامج احلى الاوقات بنوعدكم انه ما نعيشكم الا احلى الاوقات. وحلقتنا ما بتكمل الا بالضيوف، وضيوفنا من كافه المجالات، فنانين بغنوا بمثلوا، رح يبدعوا الحلقة الليله، واكيد الحلقه ما بتكمل الا بمحمد. بونسوار محمد. مساء الخير يا نانسي، ومساء الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا عبر شاشه سي بي سي في مصر وام تي في في لبنان. معانا ست نجوم النهارده هينوروا حلقتنا، هنتسلى وهنضحك معاهم وهنتبسط ونغني في احلى الاوقات. رحبوا معانا باول ضيف موجود معانا النهارده، احمد صلاح السعدني. درس التمثيل وقدم لوالده اول فرصه تمثيل حقيقيه الى جانبه، ومن بعدها توالت الادوار والنجاحات. بعد رمضان انطلق من احد برامج الغوات، ورد الصوت الحلو عن والدته، واصدر مجموعه كبيره من الاغاني. كوسي فنانة شعبية حققت شهرة كبيرة بأغنية آه يا دنيا، وحاليا إلى جانب الغناء دخلت مؤخرا مجال التمثيل. دينا فؤاد من مقدمة برامج تلفزيونية انطلقت للتمثيل سنة 2007. شربل زيادة مقدم برامج ومنتج وممثل تلفزيوني، قدم العديد من الأدوار بالسينما والتلفزيون الآن. بيارات أطريب ممثلة ومقدمة برامج، شاركت في أعمال سينمائية ودرامية، وتفرغت حاليا لدورة في مسرحية طريق الشمس. بونسوار لضيوفنا، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. بالبداية خليني أقول لكم إنه إذا بدي أحكي عن كل شخص فيكم تقريبا بدي حلقة كاملة لخبر عن أعمالكم عن إنجازاتكم، مشان هيك الليلة رح نبعد كتير عن السيريس البارت يلي عندكم إياه بحياتكم، يلي هو بعرف قد إيه عندكم هلا انشغالات وأعمال. خلينا نحكي شوي أكتر موسيقى، غنى، تسلية، ألعاب ومنافسة، مشان هيك أنتم ضيوفنا لليلة لنعيش مشاهدينا أحلى الأوقات. الفريقين مجهزين نفسهم، الفريق الاول ثلاث نجوم والفريق الثاني ثلاث نجوم، فريق واحد بس هو اللي هيكسب معانا النهارده، جهزوا نفسيكوا بس بعد الفاصل. المنافسة. ضيوفنا خليني اذكركم انه كل المطلوب منكم حماسكم، صوتكم الرائع، ادائكم وابداعكم بالتمثيل. هلا الحماس رح نفز على المسرح بعد شوي. حلو كثير. خلينا لكينا نبلش باول فقره وهي رسمه ونغمه. الفريق الاول عايز اشوف مين فيكم احسن واحد بيرسم، عايزكم تطلعوا لي حد كده جامد وتنقوا لي.
هلا انا برسم كثير منيح وبوسي بترسم بتغني حد بس يبقى جامد لا انا بغني ما برسم احمد بيرسم انا ولا برسم ولا بغني ولا بمثل انا بعرف يلا شو جاي خسرنا يعني شايفين حدا خسرنا اوريدي بدي اجي لعندكم يلا برسم يلا درسم شافوا لي سقفه كبيره جدا يا جماعه ايوه يلا شرم اللي هيجي دلوقتي شرم اللي هتشوف اسم الاغنيه اللي مكتوبه عندك المفروض في 30 ثانيه لفريقك تعرف ترسمها من غير ما تتكلم أوكي. ولا تكتب اسم الاغنيه أوكي. ومن اول ما تحط ايدك على الرسمه أوكي. هيبدا معاك 30 ثانيه اوكي بعد ما تعرفوها المفروض تغنوها يعني. ونركز بقى مع بعض جامدين جدا ايوه ما تقول يلا اوكي ايوه لا سهله لا سهله لا والله عن جد هين الغنيه كل تركيزكم مطلوب هلا بهالفقره ويكتب الاسم وخلص يكتب الاسم التركيز يا جماعه 2 3 توب توب الاسم دغري قلب ايه ده قلب كده ليه ايه ده قلب على سرير قلب كتير هينه قلب في المستشفى قلب سهله جدا قلبي على تيري قلبي على تحكم برافو قلبي مفتاح لا لا يلا بينا نغنيها قلبي ومفتاحه طول بالكتير وبساو صباح يسألنا عليك قلبي ومفتاحه طول بالكتير وبساو صباح يسألنا عليك قلبي ومفتاحه مفتاح طول بالكتير قلبي ومفتاحه طول بالكتير وبساو صباح يسألنا عليك قلبي ومفتاح طول بالكتير وبساو صباح يسألنا عليك قلبي ومفتاح ومفتاح طول بالكتير يا حبيبي ريت يبقى حبيبي ويا ريت من تحتي ونصيبي ولا مهما بتنسى برضو لطيبة وتسيبني اروح قبل ما اسيبك ولا مهما بتنسى برضو لطيبة وتسيبني اروح قبل ما اسيبك يا حبيبي ليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تنسى عليا يا حبيبي الله ومساو صباح يسألنا عليك ومساو افراح ومن كتير ومساو صباح يسألنا عليك قلبي ومفتاح ومفتاح طول من الفريق الاول وعرفتوا الرسمه صح ويلا بينا مع الفريق الثاني مع شوي بس اذا لازم نقول برافو للفريق الاول لا 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 برافو لا برافو يعني الله يشد الظهر فيها لبيانا يعني بصراحه بدي يعني اول بس انت اللي غششتيهم على فكره المفروض يخسروا نص النقط علشان هي اللي جابت اللي ساعدتهم انتوا ما تساعدوش ليه كده معلش كده كوره احنا كوره كده بقى كده ولا ايه يلا خلينا مين احسن واحد بيرسم مصر فيكم احنا بنرشح انا انت بتحذر كتير حلو خلينا ايمي بيرسم بتعود عن الفريق يلا تفضلي هلا بنساعدك نحن كمان في رسمه يعني ساعدينا لازم ترد جميل انا بدي اعيش عند المساعد ربنا من اول راس اوكي معك 30 ثانيه شو صعبه ولا هينه وجود لك للفريق هينه هينه كتير كتير يلا يلا 30 ثانية وأول ما تبلش ترسم شو بيطلع عندكم هيك أفكار كلمات بلشوا قولوا بس فينا شوف يا رب بليز نانسي يلا 60 ثانية بلشت بحر اوكي بحر الظلام انت عم تساعده شو هيدا؟ بيت شو هيدا؟ شاطئ الغرام بحي انت مالك انت بتقول صايد 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 واحدة من الكل طلوا طلوا الصيادين طلوا الصيادين مظبوط اوه
عليك هالموال. قال له يا ننس يا أهلك ليش عني غربوك خدوك شمال ورجعوا غربوك قالوا أهلك ليش أهلك ليش عني غربوك خدوك شمال ورجعوا غربوك قالوا ليلي مين يلي وليلي مين يلي غربوك بكتر المال تنسيت العباها يا طلوا طلوا الصيادين وسلاحهم يلمع بعصفورة لو نرمادي بيروت تدلع وطلوا طلوا الصيادين وسلاحهم يلمع بعصفورة لو نرمادي بيروت تدلع من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد من وادي لوادي وما يلا سوا وطلوا طلوا الصيادين وسلاحهم يلمع بعصفورة لو نرمادي تيروت تدلع من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد وحياة عينك يا عصفورة قلبي ناويلك بدي جبلك شي زعرورة وفيها اصطيلك وحياة عينك يا عصفورة قلبي ناويلك بدي جبلك شي زعرورة وفيها اصطيلك يا ويلك لو هيك مرقتي ع هالزعرورة وعلقت من وادي لواد ورح يبكوا عليك الصياد وطلوا طلوا الصيادين وسلاحهم يلمع بعصفورة لو نرمادي تيروا تدلع من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد من وادي لوادي وما قدروا عليها الصياد تحذر كمان تلات علامات للفريق الاول وتلات علامات للفريق الثاني فكرة على هلا والعاني خلينا نشوف لكينا هلا فكرة ما تحكي بهيدي الفكرة بدي شطارة وقوة وتركيز لانه أوكي. الاسئله بتخصكم بس الفرق انه مش رح تجاوبوا عنهم انتو يعني وقت بسال سعاد دينا بتجاوب بس اسال دينا بيارات بتجاوب خلينا نبلش مع الفريق الاول هنبدا مع الفريق الاول شويه اسئله افتراضيه حصل دلوقتي احمد سؤالين المفروض احمد ما يجاوبش عليا بوسي اللي هتجاوب أوكي. ولما اسال بوسي سؤالين المفروض ما تجاوبش شرب اللي هيجاوب المفروض لما اسالك انت احمد اللي هيجاوب مظبوط وبعد ما نخلص خالص هنرجع نعرف منكم الاجابات الصحيحه اللي كانت على الاسئله الاولانيه اوكي جاهزين يلا بينا اول سؤال لاحمد مركز معايا يا احمد ها تحب تعيش حياه الحاج متولي لا 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 مش على بر يا احمد ما تقرر يا احمد ما تزعبلش سؤال لاحمد اوكي انت نجحت عشان وجود صلاح السعداني في حياتك ولا عشان شغلك لا عشان شغل طيب اول سؤال لبوسي لو عرفت ان جوزك اتجوز عليكي وطلب منك ان انت تسامحيه يا صبتي تسامحيه ولا لا دي بوسي عم تحكي هلا طبعا لا اكيد لا دي بوسي ما بتسامحش تاني سؤال لبوسي لو صحيتي ولقيتي على السرير جنبك تعبان هتعملي ايه تعبان هريح لا تعبان يعني حي تعبان يعني حي هصرخ وهلم الجيران وحل اللي ما يشتري يتفرج طيب اول سؤال لشربل لو صديق اكتر واحد قريب ليك خانك هتعمل ايه هتبحه هتدمره ها في عنف بالفريق الاول تاني سؤال لشربل ممكن تسيب التمثيل والانتاج والحاجات دي كلها وتعمل برنامج تلفزيوني ولا لا 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 ها لا طيب تعالوا بقى نسمع ونعرف الاسئله اللي كانت في الاول ونعرف اول سؤال من احمد احمد تحب تعيش حياه الحاج متولي يعني عايز تتجوز بصراحه ولا اكدب لا بصراحه
لازم بصراحة لا. بدنا الصراحة بصراحة. إذا بصراحة يعني إيه؟ ما لو قلت بصراحة هطلق. لا هو لازم تقول الحقيقة. لا لا ما أحب. لو كنت مش متجوز يعني قول براحتك. لا ما أحبش. ما تحبش ها؟ لا لا. لا هو ما أحبش. أنا امرأة واحدة تكفي. كفاية أصلا أهو يعني. يعني ما قد أربعة. شوف امرأة واحدة وطولها 1.92 كمان. طيب تاني سؤال ليك، شغلك وكده هو اللي نجحك ولا وجود صلاح السعداني في حياتك؟ لا مش هقدر انا اجاوب عليها يا محمد. ما لازم تقول يا دي يا دي. ربحنا يا احمد ربنا سبحانه وتعالى. لازم اختار حاجه من الاثنين. مش فاكر يا جاوب اتقالت ايه تصدق. لا ما انت تقول انا ملاش دعوه دلوقتي بالاجابه الثانيه. لا اعتقد شغلي اعتقد ده. صح مظبوط صح انا صح. طيب اول سؤال لفوسي، لو جوزك اتجوز عليكي وجه اعترف لك وقال لك سامحيني تسامحيه ولا لا؟ بامانه تسامحيه ولا لا؟ هغزه. انا حسيت بكده. طيب تاني سؤال، لو صحيتي ولقيتي جنبك على السرير حيه اللي هي تعبان يعني هتعملي ايه؟ زي ما هو قال بالظبط هتصرف. طيب نروح لشرب الواول. سؤال كان ليك، لو اعز اصحابك خانك هتعمل ايه؟ آه مثل ما قال بذبحه. كل ده 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 في ثلاثة ده 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 ليه؟ لانه في توافق ارواح. لا 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 الخيانة عامة ما في خيانة. حاسة ان هما بيجاوبوا على حاجة عشان يكسبوا، مش حاسة ان الاجابات منطقية. ليه كده؟ ليه كده؟ مش حاسة ان الاجابات منطقية. انتوا مالكم انتوا؟ هتذبحوا فريق العدو وتدخل السجن يعني؟ صح يا جماعة بيحكوا. لا بيحكوا يعني بتحكوا الحقيقة. بيحكوا الحقيقة مش معنى الحرف. ليه كده؟ ليه كده؟ وانت مش عايز تتجوز أربعة يا أحمد يا سعداني؟ يا جماعة يا جماعة فريق واحدة في تدخل من الفريق التاني في شؤوننا الشخصية. بعدين لحظة بعدين شوال إجرام كله إجرام بالمعنى المجازي يا جماعة. أنا برأيي مصر أو بصير فيكن. ماشي 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 يعني هتبقحوا. تاني سؤال لشرب، دلوقتي لو قالوا لك تسيب التمثيل والإنتاج وكل حاجة وتعمل برنامج تلفزيوني توافق ولا لأ؟ أنا كنت أعمل برنامج تلفزيوني من زمان بس بوافق إنه هلأ لا. هتنقي حاجة من الاثنين، يا دي يا دي. لا لا مش هتقول دلوقتي يا بيه. احنا فول مارك يا بيه. احنا راجل صح اهو. كوسه 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 كوسه. خمس علامات بقيتوا 8 الفريق الاول 3 الفريق الثاني ولسه هنشوف هتعملوا ايه مع هنسمع هتعملوا ايه بقى. يعني خمس اجوبه من اصل 6 كتير منيح. انا برايي لازم تعملوا مثلهم او اكثر. ببلش مع سعد. دينا رح تجاوب. اوكي شو الموضوع يلي ما بتساوم عليه بالحب؟ اكيد الخيانه اكيد الله. يعني ما ينفعش يبقى فيها. برافو يا سعد برافو يا سعد انت حبيبي. لا سعيد انا بعمل يعني بعمل يعني شو عندي كده بعمل الجواب اذا صح او غلط. خلينا ننصر بعدين نشوف اجوبته لسعد. انا بعمل اذا الجواب صح او صح يعني لو في راجل عم يقبل بالخيانه. عن جد سعد بعتقد على فكره في غش بالمدرسه. نعم في غش يعني في غش. ما بيغش. لا ده عامل عن جد في غش. انا معروف هيك يعني. شفتوا هلا متى بلشوا الفريق الثاني؟ انت فريق مشاغب على فكره. انا معانا بوس من اول الحلقه عم بتشاغب. خلينا نشوف السؤال الثاني لسعد. اذا انطلب منك او عرض عليك دور تمثيلي وعجبك بتقبل؟ بتخد تجربه التمثيل؟ اما اكون عندي استعداد للخطوه دي اكيد هاخدها وهيكون اول دور رومانسي. تمام سؤال بس بدنا واحدة نفرجيكم الرقصة اللي رقصت انا وياها. اوكي اول سؤال لك دينا، بتندمي انك تركت التقديم وانتقلت للتمثيل؟ كل مرحلة يمكن بتفرض ظروف معينة على الممثل، يمكن مستقبلا برجع للتقديم. مش غلط الاثنين على فكره. هن على كل حال بيشبهوا بعضهم لانه يعني وانس بتكوني تحت الاضواء والكاميرا بتكوني عم تأدي اكيد زي الزيت. وانا هلا عم جاوب عن دينا. ايه برافو. شو بتمثل انا؟ وثاني سؤال لك، بين شاب فقير وغني ختيار، مين بتقرر يكون عريسك؟ اللي بيحبني اكثر. اوه يعني يمكن يكون ختيار. اللي بيحبني اكثر.
اكثر. يعني واحد منهم مين؟ الغني. يعني اذا الفقير بحبك والغني بحبك مين بتنقي؟ لا هي طبعا الغني طبعا طبعا. لحظة بس انتم ما ركزتوا على السؤال. الغني هو ختيار والفقير شاب. إيه يعني شاب من عمرك. هلا اذا اثنيناتهم بحبوني بدي احس انا قلبي لمين عم بيهتف اكثر شيء، يعني الشخص اللي اكثر شيء بحبه. يا حنين بدك تنقي بدك تنقي. هلا يمكن يكون بحب الفقير ويمكن يكون بحب الغني. طيب اوكي انت بتحبيهم بس مين بتنقي؟ واحد منهم. اثنيناتهم بحبوك اثنيناتهم بتحبيهم، مين بتنقي عريسك؟ انا بحبه. الفلوس. لا ما تطلعي فيها. لا 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 ما بدي. ما قلت لك الشخص اللي اكثر شيء قلبي بيهتف له. ننتقل للسؤال اللي بعده. شو غيرت فيك الامومه؟ هالسؤال لك. يعني انا الامومه انا صراحه عذبت بالحمل كثير. كانت صعبه. كيف كان؟ بلاش غش بلاش غش بلاش غش لو سمحت. بعد لك سؤال؟ لا خلاص هو غاوي. صار عندي مسؤولية أكبر. مسؤولية أكبر كبيبي يعني؟ صار في شخص بحياتي صرت أنا مسؤولي عنه. الولادة كانت طبيعية. أوكي وتاني سؤال. كان شق بطن وقت عمل شق بطن. مش قادر أصدق إنك بتجاوب بإخلاص. تاني سؤال لبيارات. أوكي بتوافقي على المثل يلي بيقول الحب أعمى؟ إيه انا بوافق على الحب الاعمى. اوكي يلا خلينا نشوف الاجوبه منكم. سعد شو الموضوع يلي ما بتساوم عليه بالحب؟ الخيانه. مزبوط. ايه مزبوط. يعني يعني هو اول شيء في كثير اشياء، في الكذب وفي مليون شغله اكيد، بس بالبدايه الخيانه يعني لانه بالعلاقه الهرميه. ايه الخيانه مصيبه اكيد. وتاني سؤال اذا انطلب منك عرض تمثيلي يعني انعرض عليك تقبل؟ اذا دور كثير حلو ما بيتفوت اكيد ليش لا. اوكي دينا شو جوابك بين شاب فقير؟ لا السؤال الاولاني انت معنى ده سالتي الثاني قبل الاولاني. ما تخسرنا السؤال المهم الاول. ما رح اقلب لك اياهم. تندمي انك تركت التقديم وانتقلت للتمثيل؟ اكيد لا انا مش بندم، وممكن في مرحله جايه يتعرض عليا برنامج انا حابه ان انا اقدمه وانا بشتغل في التمثيل اكيد هقدمه وهبقى مبسوطه بيه جدا. طيب بين شاب فقير وختيار غني مين بتنقي؟ اكيد اللي انا بحبه اكيد، ما فيش حاجه اسمها بحب الاثنين. ما تعطيني جواب. احمد انت بتردها لي؟ طبعا انا بحب الفلوس. يعني عندنا بالبرنامج الليلي بده يتجوز اربعة. يا ريت اجوبتك عن اسئلتك. شو غيرت فيك الامومه؟ مثل ما قال سعد صرت انسانه مسؤوله اكثر، يعني بتحسي خلص في شخص معلق فيكي وانت هذا الشخص بدك تهتمي فيه تضلك حده. برافو سعد. اكيد وهذا بتخيل احلى شعور طبعا لام يعني. واذا بتوافقي على المثل اللي بيقول الحب اعمى؟ الحب اعمى. اعمى؟ اعمى. طيب اجوبتكم جاوبتوا على 6 اجوبه، يعني مجموع علاماتكم بصيروا 9 علامات. ايه بس في غش هونيك يعني هم 9 احنا 8 اكيد. 9 فريق ثاني. لسه هنعوض لسه هنعوض. مشاهدينا قبل ما نروح لفاصل عايزين نسمع الاغنيه اللي كسرت الدنيا في مصر والوطن العربي كله، اغنيه اه يا دنيا من فوسي بتاعتها سقفه كبيره جدا جدا. اللي عنده فلوس
مشاهدينا واحلى الاوقات مستمر مع ضيوفنا، بس الليله ضيوفنا في هيك شو بيقولوا في تنس من الفريقين، دينا 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 شديده جدا. ما بعرف في الاخير مين رح يربح، بس بحب اقول انه شاطر بشتارته صح. اوكي هلا خلينا ننتقل للجوكر. الخيال الموجود معانا دلوقتي هو ده الجوكر. الفريق اللي هيعرف هو مين هينضم ليه، وانا ونانسي هنساعدكم ببعض المعلومات، وده السؤال الوحيد الحاجه اللي هنعرفها ما بين الفريقين، يعني الفريق الاول برضو يحاول يعرف والفريق الثاني يحاول يعرف. يعني اللي بيحذر بيربح للجوكر وبينضم لفريقه. الى فريقه. ده عيل بيلعب بالكره. ايوه 100%. انا ونانسي هنساعدكم شويه. اول حاجه الجوكر هو رياضي ومصري. أوكي. هو ايه اللاعب باسكت بول؟ لاعب باسكت. انا كنت بلعب باسكت بول بجد؟ اه كنت بلعب باسكت بول. فاز ببطولة الأندية العربية مع الاتحاد السكندري عام 96. اوكي. وفاز بنادي الحكمة بالبطولة العربية. هلا بدنا نجاوب نحن وبس. اللي هيعرف اللي عم يعرف بيعرف. هو بيلعب بيلعب لعب بلبنان شيء؟ لعب بلبنان مع الحكمة. فريق ثاني. شباب روقوا. لا لا في ظلم. لا في ظلم. لا ما في ظلم. هم جاوبوا قبلك بلحظة. ايه 100%. خلينا يا شباب يا صبايا خلينا اول شيء نرحب بالجوكر اسماعيل احمد. اهلا وسهلا فيك. بونسوار اسماعيل. حضرتك تنضم للفريق الثاني. فينا. فينا فينا كل حديات. اسماعيل بينضم للفريق الثاني والطابة بيربحها الفريق الاول. مش معنى تنضم ليهم يعني. هم الاثنين كانوا بيتخانقوا عليه. خدوا بالك. اللي هيقف على الكورة. نرحب باسماعيل يا جماعة. نسقف له سقفة كبيرة جدا. اللي هيقف على الكورة. في ظلم. ومحمد نور يعني بيقعد بالنص. طب انضم ليهم ليه؟ يا جماعة بالعكس. تحية. هم قالوا قبلكم. طب بالعكس. لا الاكيد الاكيد بالموضوع انه سعد ايه لقبل بلحظة. طيب عايزين نخلي الجمهور يحكم يا جماعة. احنا المرة دي الجمهور حكم. الفريق الأول يا جماعة سقفة كده لو هو الفريق الثاني بقى هو اللي كسب. يا روح. هي الفريق الثاني روح عادي جدا. خلينا نروق الاجواء. اول شيء بونسوار اسماعيل. انت حضرتك الجوكر معنا الليله. اهلا وسهلا. ومهمتك انك تخلي فريقك يربح لانه صيف المنافسه قد ايه قويه بين الفريقين. خلينا هلا من اولها. خلينا اسماعيل احنا حبايب. انا حبايب والله يا حبيبي يا احمد. انت اسكندراني يعني. خلاص انا دلوقتي بقت متحيز للفريق اللي معايا. بقت كده. اسماعيل مشهور انه بيقدر يفوت النقط يلي هي ثلاث نقط. مطلوب منك لفريقك ثلاث نقط ورا ثلاث نقط. وفي اندو في مع فاول. لكن خلينا هلا ننتقل لرحوف. مطلوب منكم تشوفوا هلا الاحرف على الشاشه ترتبوهم وتعرفوا الغنيه، والغنيه هي مؤلفه من كلمتين، مطلوب ترتبوها وتربحوا العلامه. عال دن دن عال دن دن ندى برشا برشا ندى. برافو. سهلة عرفوها هن. انا بقول انا عارفها عادي. هي متخصصة في الندى ندى بالذات. ندى ندى بتاعتينا قصاص ندى ندى. خلينا نسمع مين بيغني يا ابني. وعن ندى 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 والورد مفتح عخدة واطبع عيوني ياكي لجبال العالي لهدة. عن ندى 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 والورد مفتح عخدة ما عيوني ياكي لجبال العالي لهدة. وندى نزلت حد العين وسألتها الغيب وين. ندى نزلت حد العين وسألتها الغيب وين. غمزتني بهاك العينين وبدها تحكي وما بدها. عن ندى 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 والورد مفتح عمدها. وما عطيوني ياكي الاشبال العالي. الله
هو يا طير اللي بتضل تطير وتعمل للشمس مشاوير يا طير بتضل تطير وتعمل للشمس مشاوير سلم لي على الحلو كتير ان كانك مارد بالحدا وعنا الدنة الدنة والورد مفتح عخدنا وما عطيوني ياكي لجبال العالي يلا وسألت هالغيبي وين نتا نزلت حد العين وسألت هالغيبي وين غمزتني بهاك العينين وفتتك وما فتت عنا الدنة الدنة والورد مفتح عخدة وما عطيوني ياكي يا جبال العالي لهدة عنا الدنة الدنة والورد مفتح عخدة وما عطيوني ياكي يا جبال العالي لهدة يا جبال العالي لهدة يا جبال العالي لهدة للفريق الثاني وثلاث علامات بتصير مجموع نقاطكم 12 علامة. الفريق الثاني عارف قديه صار عندنا علامات؟ عايزين نركز بقى. ايوه نفس اللعبة هي ايوه حروف متلخبطة هنجمعها ونطلع اغنية وعندنا اغنية سهلة جدا من كلمة واحدة. اوه هاي نشوف اهو مسألوكوا يلا بنشوف الاحرف سوا على الشاشة بس يلا سهل لك شو اهو ولا مالي مظبوط الله عليك شوفي قلت لكم اغنية سهلة يلا مالي طب مالي وانا مالي والاحسن انا مالي مالي وانا مالي وانا مالي والاحسن انا مالي عشان احنا ليالي ويا حبيبي الغالي يلا مالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي مالي وانا مالي وانا مالي بالاحسن انا مالي عشت احلى ليالي ويا حبيب الغالي وبحبك اوي عيوني وبحبك مهما لموني وبحبك اوي عيوني وبحبك مهما لموني بي لومو طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي يلا الشمس وطلع علينا الحب وانت فينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا بالفرح الدنيا فينا مش هتعب تسقينا وبكره مستنينا بالفرح الدنيا فينا مش هتعب تسقينا يلا اسمع سما يلا الحب وانت فينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا من فرح الدنيا فينا مش هتعب تسينا وبكره مستنينا من فرح الدنيا فينا مش هتعب تسينا وبكره مستنينا ناس يا هنا ناس يا هيا يلا ناس يا معاك يا عيوني وبكر يا نافي لوني ناس يا معاك يا عيوني
لسه احنا 12 برضه. يعني بتعقدوا الفريقين عم بيكونوا عندهم روح رياضيه سبب بس على الكاتو يعني بس وظهر الرياضيه دي من اول ما دخلت انا وهم عندهم راح من اول بيعملوا بعض معانا لا اسماعيل انا معتبر اسماعيل لحظه 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 من اول ما دخلت انا روح رياضيه الموضوع احنا ليه ما قلنا ضغطنا معكم بعتنا لكم شخص قد ثلاثه مظبوط يعني انا الوحيد اللي قلت راس معاك هم قاعدين اسماعيل انا معتبرك معانا اسماعيل انا خلاص عشان انا برضه اللي جاوبها الاول بعد هلا ما قمت رقصت انت يعني عم بتشارع قاعد على كرسيتك يعني رقص هلا بشوي انا قمت مع بوسي بس ما قومش مع الفريق المنافس ابدا مهما حصل طيب خلينا نكمل لقينا العلامات 11 علامه للفريق الاول و12 علامه للفريق الثاني هلا خلينا نكمل هلا للبعض اللعبة الجاية دي مخصوص عشان الفريق الخسران وانا شايف ان احمد كان متضايق شوية فانا شايف ان انت جامد جدا بتعرف تلعب الدارتس ولا انت هتحمل لي مسؤولية ابو سافة كبيرة لاحمد يا جماعة ايوه ايوه احمد يلا على احمد ايوه تجيب في عينه هبلى فيك هلا عندكم فرصة انه تعودوا وتطويل اطول منه عندك ثلاث محاولات وكل ما هتشاور على حاجة بالعلامة بتاعتها عندك صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة على حسب اللون حلو فروح بقى ايه ورينا المهارات ورينا بقى يا نور تقدر تضرب الفريق اللي يا نور كده الطويل في اللي اطول منه بس عليا مفيش اطول مني انا يعني محدش يقدر يعيبنا من الفريق التاني يلا احمد يلا احمد يلا احمد بس يرجع ورا يرجع ورا يلا اول عدوينك يا رب علامة كويس قوي كويس قوي محاولة تانية تركيز عندنا في الليست في الليست بس يلا انت سيفت يا احمد لا لو اكبر ابيض اسود واخضر اربعه مجموعه العلامات اربع علامات مرتين ابيض مره اخضر ده في كبير الاحمد يعني اخدتوا اربع علامات كسبنا 15 مبروك الفريق مبروك الاول 12 الفريق الثاني وجامدين جدا بتعادوا الفريقين هلا يعني بس ايه احنا هنسقف وخلاص هلا هن صاروا 15 علامه يعني انتوا بدكم تشدوا الهم اكثر هلا اللي يا بدنا اياها اقوى يلا واحد اثنين ثلاثة مش قادرة لا فيكي ربنا معايا يلا تعلقي بنساعدها نحن يلا واحد يلا اثنين ثلاثة مش هيدينا خلينا نكفي صباحيا مباركة يا عريس خلينا نفوت بريك ونرجع المنافسة بس هالمرة صارت النتيجة محسومة للفريق الأول 15 علامة والفريق الثاني 12 علامة بس على الأقل حاطينكم بعد فرصة إنه تظبطوا علاماتكم احنا مش هنلعب وما تزعلوا ليه حسكم زعلانين لسه في حاجات كتيرة لسه ما لسه تزعلوا لسه شفتوا هلا النتيجة النهائية مين بدل آخر الحلقة مولعة ومهيبر وعم بيلعب هو الفريق اللي بيربح صح اوكي وهلا فاعل وما فاول فاعل ومفعول في عندنا انوار على الترابيزات عند الفريق الاول والفريق الثاني في حد هينور عنده نور احمر وحد هينور عنده نور اخضر أوكي. اللي هينور عنده اخضر هيحكم حكم على اللي عنده نور احمر زي لعبه الشايب في مصر وزي لعبه القنينه حمراء يا قوطه بالظبط حمرا يا قوطه يلا بينا نشوف مين الفاعل ومين المفعول يلا بينا هتخلص بقى دي هتخلص واحد استمر ستوب شربل وبيرد اتقمي بقى اتفضل يا شربل بعد اذنك ترص المصر انا الفاعل وانت المفعول بس مش المفعول لازم تعمل اللي هتقولك عليه مظبوط عشان الفريق بتاعك ياخد العلامات المظبوطه
وتكملوا بقى كسبانين. ارفع راسنا. اوكي اتفضلوا انا حاضر. ارفع راسنا. يلا اعطيني اقوى عندك. انا مبسوطه احس حالي بموع السلطه اول شيء. هي هي تقدمنا على الفريق طبيعي الاخر. طبيعي. شربل. تفضلي. بما انه انت كمان بمجال الانتاج. انت هلا منتج. اوكي. عندك فيلم كتير مهم بين ايديك. وفي دور بدك تعطيه لأحمد. اوكي. هلا هو دور ثانوي. اوكي. بدك تجرب تقنعه فيه ويمثله. بده يرفض الدور الثانوي بطبيعة الحال، بس بدك تجرب تقنعه انه هيدا الدور حتى لو دور ثانوي ضروري تاخذه. هو هيدا الدور بالصيني على فكرة. يعني انا احمد لازم يشارك معاه. بلش يعني تفضل. والدور بده يكون بالصيني. بالصيني. ايه باللهجة الصينية. نعم. باللهجة الصينية بده يكون. يلا هي شوية بهار. اوكي. يلا. بلشنا دغري. توب. هاي هي ازيك استاذ احمد؟ مش الحال. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. شو عم تعمل بيروت؟ والله جاي اتفسح شويه وشم هوا. اه والله انا بحب بيروت. بتحب بيروت كثير؟ على بيروت عندي مشروع لك يعني شيء ما بتصدق بجد. ايه فيلم سينما. هلا يمكن تستغرب شوي الفكره، بس فيلم بيطير العقل باللغه الصينيه. نعم. صيني، حتكلم صيني. يعني هيك كان كان بانشي. انت جاي لي انا اتكلم صيني؟ اه يعني بتكلم مصري. هلا انت شو كيف انت شو ناطوره بين الصيني؟ لا لا صيني صيني. الإشكالية بالدور الثانوي مش باللغة الصينية. بعد ما كفينا بليز ما تتدخلي بين المنتج والمنتج. عندك مصطفين. عندك مصطفين. بس مش هون المشكلة الأساسية. المشكلة مش المشكلة بالصيني. أنت شايف المشكلة مش في الصيني. بالضبط. مالي المشكلة. إنه دورك حيكون دور يعني مش البطل. التحت البطل شوية. يعني صيني وكمبارس يعني. مش كمبارس لا. ورح تكون معك عم تمثل يعني بنت بتطير العقل نانسي. أنا؟ عندك مشاهد غرام انت ونانسي افيوني. شربل. انا 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 لا تغريني النساء يعني. انت جاي محمد. انا بص ممكن اعمل، ممكن امثل بالصيني، ممكن امثل بالياباني، ممكن امثل دور صغير، ممكن ما اتكلمش خالص. اوكي. ابجني تجدني. خلاص خلاص. قد ايه بدك الرام؟ ما بلا ما نحكي قدام الناس الرقم اللي بدك اياه. الضرايب على بداية قول رقم الصوره. انا قول ايه؟ قول خلص قول ايه؟ بدي لاجل عيونك انت. ايه 10 دولار. خدتوا 3 نقط مظبوط، بقيتوا 18 نقطة. اوبا 12 نقطة. هو اكيد هيقتنع يعني. الحالة اتغيرت في ثواني. طب ما هو اكيد هيقتنع. انا بحبك. شوف ملا ديل، هيدا ديل سريع ولا اسرع. هو جدا عشان هم لعبوا لعبتين ورا بعض واحنا قاعدين. لسه عندكم دلوقتي فعل موجود. يعني اللعبة زيتها بتقل عنكم هلا. رح نشوف طاولات عم بدوق احمر واخضر. رح يدوق اخضر بالفريق الاول واحمر بالفريق الثاني. يا ترى مين المفعول؟ مين الفاعل؟ دينا بدي اطلب منك تتفضلي على المسرح. تفضلي على المسرح. ربنا ينتقم منك. طب ليك قلب تطلب منها طلب؟ لا انت انت المفعول المرة. احمر انا هقف مكانها بصراحة. وراكي في رجال. ما تخافيش يا جبل ما يهزك. شو رح يطلب منك؟ خلينا نشوف احمد شو معه يطلب منك. بصي يا دينا انت بدأتي بالعداء. بدأتي معايا بالعداء صح. بس انا بحبك فمش هقدر اعديك. الله ده اولا كده. ليه خليها ترقص معاك؟ دينا عندك حاجه سهله بالنسبه لك خليها ترقص. صعبه بالنسبه لاسماعيل. انا لو طلبت منك تشقلب على الارض هتشقلب. مفيش اي مشكله. انا عايز مشهد رومانسي. انا عندي فكره. لا لا انا عايز مشهد رومانسي بين دينا واسماعيل. خطيبك اللي كان مسافر بقاله سنتين ورجع. هي خطيبي انا ولا انا خطيبه ولا ايه؟ اوكي اسماعيل اتفضل على المسرح. طيب وبعد كده ترقص له زي دينا. اجيب شنط واعمل شو اتعذب انا؟ طيب يعني انا جاي من السفر. انت جاي من السفر بشنطك وسلطاتك ببابا غنوج وكل حاجه. يلا هي مستنياني على المطار. انا واقفه بقى مستنياك وقلقانه. هي كانت بتفكر تفسخ الخطوبه الحقيقه. ايه ده؟ اتجوزتني؟ كسرت الايباء كسرت الايباء. اسماعيل كيف شوية عليا؟ وحشتيني؟ وانت كمان اخيرا جيت.
الحمد لله والله العظيم الشغل كسرت لي ايديا يا اسماعيل شوي شوي انا وحشتيني جدا 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 والله العظيم شغل حب العصر يا هيدا كنت غايبه عني عيونك الحلوه دي كلها فين يعني انت قدرت تعيش من غيري سنتين ازاي كنت بتعذب كل يوم بتعذب ما قدرتش اسكندراني انا بحاول فلوس عدي عليا سنه من غيرك بس اعمل ايه ما انا لو اديني فرصه اتكلم هترجعي انا عندي كلام كتير عايز اقوله لك مش عارف عندي كلام كتير عايز اقوله لك مش عارف اتفضل انا سكت اقول انا رومانسيه ثانيه انا ما قلتش ان هو اسكندراني يا اسماعيل انا سكت وما قدرتش لا لا معلش ده اكلمك صيني يعني اسكندراني هو اتكلم صيني رومانسي قعدت على يا يلا دينا في بيت على مين يلا كملوا للاخر دينا يلا قعدت سنتين ازاي من غيري اليوم بيعدي عليا بسنه اليوم الواحد يعني كم يوم 365 يوم في 365 يوم يبقى دي 600 كام 970 ازاي كنت بتكلمني بس 15 مره في اليوم ازاي زين قوي بس ما اعمل ايه طيب قليل والله كان شغلي واخدني عنك كتير لا انا زعلانه على فكره 15 مره بس وانا حاسس ان انا مقصر معاكي ايوه انت مقصر جدا انا اناني وسلفش كتير بس اعمل ايه اطلع ليه وبعدين بقى انا هعوضك وبعدين في حاجه مضايقاني جدا قولها لي وانا نايمه ما كنتش بتتصل بيا تصحيني من النوم خالص هي بس كان مرتين بصحيكي ما اقدرش اصحيكي اكتر من كده لا تصحيني كل خمس دقايق فرق التوقيت طب انا كنت ببقى في الشغل بعمل ايه ما لو ما جيتش فسحه ترميني في الشارع زي الكلب لا خالص خالص انت عاجبني زي ما انت كده طب خلاص خديني انا حتى لو مش جايب فلوس انا جبت لك والنبي ما تعرفيني لو مش جايب برافو برافو حلوه تاخدوا التيت على مين؟ طبعا خدت التلات انا مش عارف انه اسماعيل عنده هالقد انا بس يعني بس بوينتس يعني المفروض 10 ايه 4 ايه منازل على ركب ياخد 3 بس قلت 10 بوينتس من على السجينه بس في سؤال يا اسماعيل اتفضل 365 و 365 بكام؟ 700 بكام؟ لا لا بكام؟ انا عايز اعرف 365 365 يعني 700 وحاجه 130 730 ملكية بتصيروا خمسة عشر علامة خلينا ننتقل هلا ونكفي مع بلمح البصر بلمح البصر هي أسئلة سريعة وكتير هينة مطلوب عنكم تجاوبوا قد ما فيكم بسرعة كرمال تاخدوا علامات أكتر الفريق الأول معاكم 30 ثانية عشان تجاوبوا على أكبر عدد من الأسئلة كل سؤال هتاخدوا درجة ولو في حاجة معرفتهاش ممكن تقولوا باس وده السؤال اللي انتوا هتجاوبوا عليه كلكم مع بعض أوكي لو معرفتوش تقولوا باس عشان ايه ما تضيعوش الوقت تمام مركزين؟ أوكي يلا بينا أي ممثلة أدت دور أم كلثوم في مسلسل أم كلثوم؟ صبرين مين جوز أصالة نصري؟ طارق العريان طارق العريان طارق العريان مين بيغني يا بلح زغلول؟ يا بلح زغلول السلطانة السلطانة مين بتكون أخت الفنان الراحل فريد الأطرش أسماء رهان إيه اسم الحقيقي للشحرورة صباح جانات فغالي جانات أوكي أي سنة صدر أوبريت الحلم العربي 2008 لا بص أربع علامات أخذهم الفريق الأول بقيته 22 ويلا نشوف الفريق الثاني هيعمل ايه مع نانسي في نفس اللعبه يلا 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 بلمح البصر لكينا اسئله سريعه قد ما فيكم جاوبوا بسرعه والسؤال اللي ما بتعرفوه بتقولوا باس مين بطل مسرحيه الجرس رفيع علي احمد مين لحن اغنيه ست الحبايب فايزه احمد باس مين بيكون زوجها لداليدا شماعي غسان الرحباني شو اصل الفنانه سميره سعيد مغربي سمولي بطلي من مسلسل بنات عماتي بنتي وانا ورد الخال لمين اغنية اضواء الشهرة كارلو سماحة مين لحن اغنية شفته من بعيد ليارا باس ابو جودة خلص الوقت قالت ابو جودة قالت ابو جودة لا لا جو ماري رياسة لا لا سوري جو ماري رياسة خمسة وبتصيروا 20 علامة والفريق الأول 22 علامة خلينا هلا نستشعر ونسمع من فهد رمضان إحساسك صنم يلا <تصفيق)>
موجي على رملي بتروح وترجع لي ومن قلة عقلي فكرت رح تبقى مش انت تفلي تعيشي وتتسلي وانا ابقى محلي حبر بلا ما زال احساسك صنم والرقة بقلبك عدم ما تعيش دور اللي انظلم والظالم انتي يا شمس جوات عتم يا خدر خلقات جسم لو بدها الكس في اسم سميها انتي ما زال احساسك صنم والرقة بقلبك عدم ما تعيش دور اللي انظلم والظالم انتي يا شمس جوات عتم يا خدر خلقان بجسم لو بدها الكس في اسم سميها انتي انتي اللي خسرتي وقسيتي وهجرتي قلبي اللي كسرتي ما تخافي جبرته يا قلبي ما متنا شو يعني تركتنا والحبل ربطنا من هلا حرقتو ما زال احساسك صنم والرقة بقلبك عدم ما تعيش دور اللي انظلم والظالم انتي يا شمس جوات عتم يا غدر خلقان بجسم لو بدها الكس باسم سميها انتي ما زال احساسك صنم والرقة بقلبك عدم ما تعيش دور اللي انظلم والظالم انتي يا شمس جوات عتم يا غدر خلقان بجسم لو بدها الكس باسم سميها انتي بعد الفاصل اعزائي المشاهدين 22 الفريق الاول و20 الفريق الثاني ومش معقوله النهارده النجمه بوسي تبقى معانا ومش هنسمع منها حاجه طبعا نسمع لها سقفه كبيره جدا يا جماعه يلا بينا اكدب عليك 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 اكتب عليك لو قلت بحبك لسه اكتب عليك واكتب عليك لو قلت نسيتك همسة اكتب عليك اكتب عليك لو قلت بحبك لسه اكتب عليك واكتب عليك لو قلت نسيتك همسة
لا شيء؟ ايه خلينا نرد لها شيء. عجم سي بيمول. ايوه بقى حبيبي انت وروحي انت ولا حد قبلك ولا بعدك انت حبيبي انت وروحي انت لا حد قبلك ولا بعدك انت انت نهار ليل انتظاري انت نهار ليل انتظاري حبيبي كله كله عنك فريقين هلا رجعت هيك الحب والاجواء الحلوه بطلتوا مستنفرين على بعضكم. خلينا ننتقل هلا لفقره بس للجوكر. برافو برافو. هيدي الفقره بس لك اسماعيل بدي اطلب منك تتفضل على المسرح. ايوه وراح اطلب منك شغله بالضمان تبعولك. اوكي رح one. اذا فينا بس طابه باسكتبول اوكي اوبا اذا ربح بياخذ علامتين وتشز بتصيروا اربعه عشان يبقوا متعدين وراحوا اوكي رح نسمع موسيقى هلا مطلوب منك ترقص الطابه على الموسيقى واذا فينا بالهواء اكثر من يعني اكثر من الارض عايزين شويه جو مهارات بقى قلبها سلك يعني يلا شايفين هلا في تعادل بيناتكم يعني الفقره الاخيره هي اللي بتحسم النتيجه لمين وهلا كاريوكي ودلوقتي هنبدا مع الفريق الاول لعبه الكاريوكي هنشوف الاغنيه مكتوبه عندنا على الشاشه المفروض ما نخرجش بره اللقاء وما نلخبطش في الكلام ونركز بقى عشان ايه ناخد الدرجه كامله يلا بينا بوسي تغني طيب لا كلنا نغني مع بعض يلا بينا كلام يطلع فين يا محمد عارف احلى حاجه فيك ايه ده اللي قلش عيني تجيبي امر اللي تتساوي بيه تعالى اقولك احلى حاجه فيك والدي فاهم قصدي واللي باني فيك اللي انا حلمت بيه ليالي يلا ان شاء الله اموت في هواكي ان شاء الله تدي عليا الحب ده والله اتمنى اكتر من كده ايه ولا هلا ولا ولا ما عنديش انا كل ليكي مدى
حقيقي قلبي عقل روح عمري كل دول شهرتهم عمري ولحد آخر يوم في عمري شريكي يلا إن شاء الله موت في هواك إن شاء الله تكتر علي الحب ده والله أتمنى أكتر من كده يلا إن شاء الله موت في هواك إن شاء الله تكتر علي الحب ده والله أتمنى أكتر من كده إن شاء الله إن شاء الله موت في هواك إن شاء الله تكتر علي الحب ده والله أتمنى أكتر من كده إيه ولا كلمة صح برافو للفريق الأول غنيتوا بعقد بس ما بتاخدوا ولا علامة بس اكيد عندكم فرصه بتاني مره كمان انكم تحسنوا علاماتكم شوف يلا خلينا ننتقل للدار الثانيه بس اسماعيل ملاش حدود انا اوسع ليش اوسع سياسه معايا اتفرج يلا جاهزين نسمع الاغنيه يلا زعلاني ما ينفعش حد يكسبه ابدا انا عارفه يا جماعه النفسيه عنده بتقب شفتوا كيف بيغنوا اتعلمتوا كيف بيغنوا شفتوا كيف بيغنوا انتوا لو سمعتوا شفتوا كيف بيغنوا ازاي ولا نقطه
بنغني مرة تانية هلا. يلا هلا هالمرة دوركم بحق لكم بتاني مرة تزبطوا علاماتكم. أول غنية ظهرتوا مرتين من الإيقاع. طب ممكن ينسونا أول أغنية هلا. تعرف تاني أغنية طبعا فيني غنوها عنا هن. يلا بينا فاعترف إنه بنغني أحسن من الطرف. أسميهن كيف ما بتغلبت فيهن كيف ملك جناد وبروي لا تحاجيهن كيف ما بتضيعب أسميهن كيف ما بتغلبت فيهن كيف إلك جناد وبروي لا تحاجيهن ولا تلاقيهن صاروا كتار يمكن صاروا أكثر من ألبومين شرف كبير بعد أكثر ساعات في الكمين لو نضيت يا حياتي بكتبك ناس اسلوب استشفي فيه كيف ما بتضيع بأساميهم كيف ما بتغلبت فيهم كيف إلك جناد وبروي لا تحاجيهم كيف ما بتضيع بأساميهم كيف ما بتغلبت فيهم كيف إلك جناد وبروي لا تحاجيهم ولا تلاقيهم انصاروا أكتر من ألف ومية شرف كبير بعد أنك ساعد في الكمية لو نديت يا حياتي يا قلبي يمكن ناس يسمي ومستشفي ويحشى 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 ميداني بوي عشان ما غنيش عشان بوزي تغني عشان نكسب خدتوا علامة بقيتوا 23 على شو اخدوا علامة شايف الحكم اللي كده نص يا عم غني ما تدرس لقط ما غنيش تدينا يا حجري 23 24 برضو كسبتوهم في الاخر عنا اغنية لسه عندنا اغنية لسه عندنا اغنية لحظة بعد عنا اخر غنية بالحلقة لليلة بنغنيها ممنوع نطلع من الايقاع تناخد العلامة اوكي يا بوتوهم بوتوهم تترارا لا 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 ساعدنا من اول ما تلاقينا انا وياك في شيء غريب غير عمري وصار يحل ليالي ما عاد عيوني يشوفوا غيرك قدامي فجأة يلي حسيته اكبر من اللي لقيته وتحقق يلي حلمته من زمان راجع لي قولي وخدني بعيونك ما عاد فيي عيش دقيقة من دونك غالي علي غالي علي قرب لي لا تحرمني من حبك خاف علي ميلي وتفتني بقربك قرب لي قرب لي ساعدنا ساعدنا غني غني معانا غنوا معانا غنوا معانا تقدر كلمه منه تسهر لي ليالي ولما يبعد يبقى صوته ببالي فشايا اللي حسيته اكبر من اللي لقيته واتحقق ياللي حلمته من زمان غالي علي مرني وخدني لعيونك معاك فيي عيش الدقيقة من دونك غالي علي غالي علي لا تحرمني من حبك خاف علي ميني واتركني بربك قرب لي قرب لي غالي علي لحظة كتير انتوا ربحانين بتيجي ازاي
نتيجة بعد 8. لو سمحتي يا بوسي بس تقولي لي النتيجة عندنا كم بعد إذنك عشان مش شايفة. احنا ما بنعرفش نقرا. لو سمحت بس تساعدني كام اللقطة؟ مش فاهم انا غنيت حمائي كنت 100 الاستاذ ما تنقيش ولا نقطة مش عارف ليه. على الحال الفرق مش كتير كبير بيناتكم يعني كانت المنافسة تقريبا ماشيين هيك قد بعضكم اذا فينا نقول الاهم من كل هيدا مش من بيربح الاهم وجودكم معنا والزاوية اللي عملتوه بالبرنامج وعن جد بتعقدوا خلينا قالهم هلا النتيجة فيه ولا ما فيه مش عايزين نعرف 23 الفريق الاول احنا عايزين نروح 25 الفريق جايب لكم في البرنامج هدية رمزية وخلينا بسطنا جدا ان احنا كنا معاكم النهاردة عايزين نسقف سقفة كبيرة قوي للنجم الفنان احمد السعداني كوسي وشربل وسعد رمضان ودينا فؤاد وفيريت والرياضي الجميل اسماعيل احمد عجد كتير انبسطنا لكم اسماعيل هدا وخد دي مشاهدينا هيدي كانت اجواء حلقتنا لليله مع ضيوفنا الستة يلي ولعوا مسرح احلى لوقات لليله انا بذكركم الموعد بتجدد اسبوع الجاي بذات الوقت مع ضيوف جديد اكيد واجواء احلى واحلى خلينا ننهي حلقتنا لليله مع الديو المصري اللبناني سعد رمضان رح يغني لنا انا كل ما اقول التوبه وفوسي رح تغني لنا حبيت تمسيك النوم حبيتك.
وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني ما قادر عين وحشان عيون السودا يا ابويا وتدوبني الحبيبي يا عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني ما قادر عين وحشان عيون السودا يا ابويا وتدوبني الحبيبي يا عين وانا كل ما اقول توبه يا ابويا ترميني المقادير يا عين ترميني المقادير يا عين وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين ومدوبني الحنين يلا القلب الاخضراني يا ابويا تبلد فيه الاغاني يا عين القلب الاخضراني يا ابويا تبلد فيه الاغاني يا عين ولا قادر طلغي بيتكو يا ابويا اشرب من بحر تاني يا عين ولا قادر طلغي بيتكو يا عين اشرب من بحر تاني يا عين وانا كل ما اقول ترميني المقادير يا عين ترميني المقادير يا عين وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين ومدوبني الحنين يا عين وانا كل